فضيلة الشيخ، ما هو القول الفصل في الشرع في نظركم في إخراج الفخذ والنظر إلى الفخذ؟ الذي نرى أن الفخذ من حيث هو ليس بعورة، اللهم إلا ما يوازي العورة المغلظة فهو في حكمها، أما ما نزل فإنه لا يعد من العورة، لكننا نرى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه لأن ذلك فتنة عظيمة. وبناء على هذا نقول إن بعض شبابنا الذين يمارسون لعب كرة القدم يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة. النظر إذا قلنا أنه عورة حرم النظر إليه، فمثلا نقول إن النظر إلى أفخاذ الشباب هذا حرام لأنه فتنة. وأما رجل عامل رفع ثوبه للعمل وبدأ أسفل فخذه فهذا ليس بحرام، ولكني لا أعتقد أن أحد يريد أن يتقصد النظر إلى هذا، لا فائدة منه. نعم.